أزمة انقطاع الكهرباء ما زالت مستمرة، والحكومة تدرس خطة جديدة لتخفيف الأحمال لثلاث ساعات يومياً، والمصريون يتساءلون أين ذهبت أموال صفقة رأس الحكمة؟ كشف، منصة إلكترونية تسعى لكشف بواطن الأخبار وحقائق الأشياء على شكل تقارير مصورة أو برامج مقدمة. دخلت خزينة الدولة المصرية خلال العام الجاري أكثر من 50 مليار دولار، موزعة بين إيرادات بيع رأس الحكمة للإمارات بقيمة 35 مليار دولار وشرائح نقدية من صندوق النقد بقيمة 8 مليار دولار، بالإضافة لأكثر من 20 مليار دولار في صورة أموال ساخنة وتمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وعلى الرغم من المبلغ الضخم الذي استطاعت الحكومة توفيره خلال 6 أشهر الماضية، إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي تحسن على حياتهم، لتخرج الحكومة وتؤكد أن أغلب تلك التمويلات ذهبت لسداد الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية، فصفقة رأس الحكمة مثلاً تم توجيه معظمها لسداد الديون، وباقي تلك الأموال وجهتها الحكومة لسداد عجز البنوك المحلية، فقد وصل الفرق بين ما يملكه النظام المصرفي من العملات الأجنبية وما عليه من التزامات إلى أرقام غير مسبوقة، فقد سجل 29 مليار دولار مؤخراً، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل من أجل خفض هذا العجز. والآن بعد إقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة، هل يوفق في اختيار حكومة اقتصادية أكثر كفاءة تتمكن من الخروج بالاقتصاد المصري من الهاوية التي أوقعت الحكومة السابقة الدولة فيها؟ وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية.